السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنراجع الحروف معا. حرف الألف، كيف شكل حرف الألف؟ ألف وصوته أ أ أ. ماذا يبدأ بحرف الألف؟ أرنب، أحسنتم. حرف الألف يكتب هكذا، خط مستقيم من أعلى إلى الأسفل وهمزة على الرأس. أ أ أرنب. ماذا يأتي بعد حرف الألف؟ ب. حرف الباء، صوته ب ب ب. وماذا يبدأ بحرف الباء؟ ب. بطة، بطة. كيف أكتب حرف الباء؟ من اليمين إلى اليسار ونقطة في الأسفل. ماذا يأتي بعد حرف الباء؟ حرف التاء، تاء، صوته تاء. ماذا يبدأ بحرف التاء؟ تمساح، تاء، تمساح. كيف أكتب حرف التاء؟ يبدأ من اليمين إلى اليسار ونقطتان. بعد حرف التاء حرف الثاء، حرف الثاء، ينطق ث ث ث. وماذا يبدأ بحرف الثاء؟ ثعلب، ث ثعلب. كيف أكتب حرف الثاء؟ من اليمين إلى اليسار و واحد اثنان ثلاثة، ثلاثة نقاط. درسنا مع بعض اليوم ألف، ب، ت، ث. دوركم الآن أن تكتبوا هذه الحروف، وشكراً.